على بعد 8 كيلومترات جنوب طابة تقع جزيرة فرعون التي تشتهر بوجود قلعة صلاح الدين الأيوبي التي أنشئت في القرن 12 الميلادي وتعد الأثر التاريخي الأشهر بجنوب سيناء. لمصر لا غيرها، جبال جنوب سيناء من دهب وصولا إلى طابة. في القرن الثاني من الألفية الثانية شيدت بالحجر الناري الجرانيتي المأخوذ من جزيرة فرعون التي هي عليه قلعة صلاح الدين الأيوبي بطابة، تشرف على حدود دول أربعة: السعودية، الأردن، فلسطين ومصر. كانت لحماية طرق الحجاج وتأمين طرق التجارة بين مصر والشام ولصد هجوم الصليبيين. مولاي مولاي، الفرنجة يهاجمون عكا بأسطول ضخم. على تل مرتفع من الجزيرة شديد الانحدار لصعوبة التسلق، توجد القلعة التي تحوي منشآت دفاعية من أسوار وأبراج وغرف للإعاشة والاجتماعات الحربية، حصن ليس منعزلا عن مصر. فالحمام الزاجل كان وسيلة للاتصال بالقيادة المركزية بالقاهرة والعكس. نفسي أقول لكل المصريين يجي يزوروا المكان ده عشان يحسوا بنفس الإحساس اللي أنا حسيته. أنا حاسس بالزهو بصراحة. القلعة بتمثل نقطة حصينة جدا من ناحية التجارة والهجوم اللي دايما جايلك من ناحية برة من عن طريق سينا. ده واضح قوي ان هو من سنين فاتت قوي ان هي العين عليها. المصريين دول كانوا ايه؟ كانوا ايه قبلنا؟ هل كانوا زينا ولا كانوا احسن ولا كانوا ارقى ولا كانوا اعظم؟ لقيت المصريين يا جماعة يعني فوق البشر، المصريين فوق البشر. لمكان دلالته بطولة صنعها مصريون وقائد حق القدوة صلاح الدين أتت به تحمله في بطنها مولودها الأول. هقول إن أنا جبته هنا قبل ما يتولد على حدود مصر أصلا، دي حاجة بتحصلش تقريبا مع حد كتير. بناها مصري، أتى إليها مصريون، وفي لقطة تذكارية رفعوا علم مصر. أحمد نبيل، التلفزيون المصري.